الصادق المخزومي مواليد 7 خريجة محل معلمات 1974 وجامعة 7 1980 تخصص فلسفة وعلم اجتماع الماجستير فلسفة فكر عربي معاصر 2014 عاملة في المجال الاجتماعي ومجال الكشافة والمرشدات. مجال الكشافة والمرشدات هو مجال يسعى لخدمة الآخرين لخدمة الإنسان في أي مكان دون أي تمييز، ولذلك هو كان مجال محبب لي ومجال اندفعت في العمل فيه. عملت في الكثير من المجالات الاجتماعية، في مجال التوعية، في مجال محو الأمية، في مجال الكشافة بتدريب فرق بعد ما بدأت الكشافة في منطقة 7 في 1972. كان المرحوم قائد حامد الشاوش هو اللي سبق أن جمعنا كفتيات في ذلك الوقت وعطانا دورات في مجال الكشافة، ومنها تأهلنا لقيادة فرق واستمرنا في هذه الفرق حتى خرجنا القائدات اللي الآن هن بيقودن الفرق الكشفية. وهناك إنجاز أو إنجازين أفتخر بهم جداً، اللي هو الإنجاز قيادتي مع مجموعة من الفتيات في معسكر فتاة الجنوب الأول 1976. كان هذا فارق في حياة المرأة في الجنوب، حيث أنه هو ضم عدد حوالي 400 فتاة من أقصى المناطق النائية في الجنوب، واشتغلنا فيه لعدة أشهر حتى ظهر هذا المعسكر، بحيث أن جمعنا الفتيات. وكان في ذلك الوقت المستوى التعليمي للمرأة متدني في تلك المناطق، حتى أن وجدنا أن أقصى تعليم للمرأة في ذلك الوقت في 4 ابتدائي. ومع ذلك تعاون الأهالي وجن هؤلاء الفتيات، وبذلك انقسم المعسكر إلى جزئين، فئة مفوق العشرينات وفئة سن 10 سنوات إلى 12 سنة و 13 سنة. فكان هذا الإنجاز صراحة فخر لنا، باعتبار أنه هو إنجاز ملموس أنه أعطى دفعة وتغيير للمرأة في منطقة الجنوب اللي كانت في ذلك الوقت معدومة من كل النواحي بالنسبة للمرأة. الإنجاز الثاني هو كان مؤتمر للأمهات أو الأميات، المرأة الأمية في منطقة 7. كان هذا المؤتمر في 2013 وضم حوالي أكثر من 200 مرأة أمية.